اسكت يا اسكت محمد الشهيد عمرو احمد محمد عمرو حسن حندم عليك المليا مركز بلاوي حسن حندم عليك بقول للوزير الداخلية وحسن احمد حسن حندم ولاتحاد الكورة دم ابني مش هسيب مش هسيب دم ابني الوحيد وهاخده من حسن حندم ومن لعيب ومن الكبير والصغير في النادي الاهلي ومن اتحاد الكورة اللي راح واللي جاي بقول لعمرو فاروق انت طلعت كده ما تسواش عندنا عارفين والله يعني انا شعور حضرتك بس القضيه دلوقتي في قضيه القضاء لو سمحت ما تجيبش سيرة القضاء عشان احنا عارفين لا معلش ما انا برضه مش شايف بعد اذنك ما تتكلمش القضاء هو القضاء كويس شغال في لا بس ما تتكلمش لا كويس لغايه دلوقتي ما قلناش عليه حاجه بس هم حقنا هناخده منهم ما تجيبش كل شويه سيرة القضاء ايه القضاء اللي حضرتك لا هاخد حق ابني من النادي الاهلي ومن اللعيب وبقول لاشطح شلل في النادي الاهلي الصعيده ما بيسيبوش ضرب ولا اتحاد الكوره وعارفين وعارف وزير الداخليه وعارف محمد بص اللي اتمسك لغايه ما اتمسك كان بيحب على ايدينا وعلى رجلينا عشان ننزل ننتخب انا بقول لهم مش شاد عمرو احمد محمد عطا شايفه ان في تحسين في حق الشرطه؟ اه طبعا من الصغير للكبير في الدوله وبكره يجربوا يحرقوا الكلب الضنا يتحرق كلبه وبقول له محمد مرسي اله الدوق حركة الضنا عشان تعرف يعني ايه ام فقدت ابنها الوحيد ومش خايف واللي عايز تعمله تعمله انا ما بيهمنيش انا اتعرف عليها انا ممكن هنا انا قلت شايف القصاص فين القصاص؟ هم الشباب اللي مرميه الشباب دي اللي نفذت طب مين اللي سهل لها؟ انا عن نفسي اتصلت بابني قبل ما يموت بنص ساعه قلت له اهرب في مؤامره عليكم كلنا كنا شايفينها الصغير والكبير كان شايفها كلنا امهات وابهات اتصلوا بعيالهم وقالوا لهم ابعدوا عن المكان اللي انتوا فيه عيال ابني رد عليا قال لي ما تقلقيش هم هيحمونا واحنا خارجين هم حموهم قدام العالم كلها الصغير قبل الكبير الامن نفسه وسع للشباب عشان تروح تضرب وترزع وتخبط طب ليه؟ الرصاص يكون عن طريق القضاء ولا عن طريق القضاء وعن طريق الحكومه القضاء احنا مش شاكين فيه فين انا عايز افهم المسؤولين اللي كانوا موجودين اللي بيقولوا عليا فلوس انا مش عايزه فلوس كل ما يقول حق الشهداء خدوا 100,000 خدوا 50 في 50 ايه الفلوس دي اللي بيقول عليها؟ شيك ب 8,030 فلوس ايه؟ احنا صارفينها ارجع لحضرتك تاني حضرتك الشيك ده ادفعوا اهو لحسن حمدي واداره النادي الاهلي ادفعوا بموجب هذا الشيك للسيده منوال السيد انوار السيد عيد كلال مبلغ قدره 8,000 30 قرش ده مقابل ايه حضرتك؟ ادي اللي حسن حمدي واداره النادي الاهلي اللي بيقولوا في الاعلان ادناهم وادناه انا بقول له اهو 8,030 قرش حديت 8 مليون بس رجعني ابني وبقول للنادي الاهلي زي ربنا ما خلقكم اخلقوا له ابني ربنا يسفرك يا حاج تعرف على ذاتك يعني وجود حضرتك كده النهارده بيجي على امريكا الشباب والرياضه بيطالب بعوده الدوري وعوده النشاط بيقول ان في دوري قبلك اين دوري هو النهارده الاجتماع الجمعيه العموميه لمناقشه ميزانيه سنويه للنادي ولا الاستئناف الدوري؟ الجمعيه العموميه المفروض تتعمل على كل شيء يخص النادي الاهلي ماذا او اي شيء ميزانيه؟ لان كل حياه الدنيا كلها فلوس وبس ميزانيه فلوس داخله وفلوس طالعه هو ده اللي هم عايزينه تعرف عليك حاجه معرفش والله يعني وجود فلوس واموال وبس عبد يمكن في الكفن تاخده معاك هم مستعدين يبيعوا اعراضهم ومحارمهم وكله عشان الفلوس احنا لا احنا ناس احرار ما بنبيعش عيادة 74 شهيد دول مش هم اللي بدوا بس 74 وصلت له نص مليون من كام انا عن نفسي الحياه خلاص انتهت انا ماليش هدف في الحياه بمشي ماليش لازمه
ماشي سمعان، لا في شغل ولا مزبله ولا بص لاي حاجه ولا في استعمار ولا اي حاجه لدوم ولا اي حاجه لامان. خلاص الحياه انتهت. ايه اللي يشبه لك؟ طبعا اجر على الله، هو ما حدش يقول لك قال حاجه اللي عند ربنا سبحانه، الله ربنا اللي عارف بيه، لان ما تحس الا اللي ماسكها، ما حدش حاسس بينا. والله يا جماعه احنا بنموت 120 الف مره في اليوم، احنا بنبيت على بنقوم بيتنا بنقوم بيتنا نمشي ده، ما حدش حاسس بينا. هم ذكروا ان اللي مات مات خلاص، لا اللي مات 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 وانتهى، لكن اللي وراه اللي وراه بيموت كل دقيقه. والله ما حاسين الفلوس دي، الدنيا دي كلها ما تساويش بصه او داخله من عيل واحد ما فيش غيره وضاع منه، كان مال حياتي. كل الدنيا دي كلها ما تساويش ناظر دي او داخله عليا. انا بقى ورا الباب الصبح عشان افتح له الباب، بجلس اعيط الصبح لا جلسة لآخر النهار، أنا مش عارف يا رب أعمل إيه. عمل إيه النادي الأهلي؟ عمل إيه؟ بقول لك 600,000، تعالى خد مني مليون جنيه ألمهولك لو ما عملتش ألمهولك من الوحش اللي أنا عملتهولك. فلوس إيه يا ولاد الكلب؟ يعني مشاهدينا ما عملتش حاجة خالص، والحب ما عملتش حاجة خالص. أهالي الشهداء و إلهي يا رب، 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 إلهي